تم التسجيل والمكساج. استديوهات مدلله. لا يا نفر يا شمخ الضلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك أسرارها، مضمونها من تمصد تبقى على طول العمر بين الطبيعة والجبال وسهولها وبحورها. شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك أسرارها. لا يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك أسرارها، مضمونها من تمصد تبقى على طول العمر بين الطبيعة والجبل وسهولها وبحورها. وسط الطبيعة راسي وتناظر البحر الحمر، ودك طريق يختصر للناس في مشوارها. يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك أسرارها. الشيخ عبد الله ابو ماجد يزف لك الخبر ويعمها لديرها اللي منك تقبس نارها. قابل امير المنطقة مخصوص لجلك يا نفر، مندوب عن ربعي وما للقوم غير خيارها. يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك اسرارها. استقبله نسل الملوك اللي على العليا ظفر، وبشره بمعاملة نفر قريب قرارها. يا سيدي فيصل بن سلمان لك كل الشكر، يا كاسب قلوب العرب صغارها وكبارها. ولا يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة من رموز المنطقة واميرها. لا يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك اسرارها. يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك اسرارها. لا يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك اسرارها، مضمونها من تمصد تبقى على طول العمر بين الطبيعة والجبل وسهولها وبحورها. وسط الطبيعة راسي وتناظر البحر الحمر، ودك طريق يختصر للناس في مشوارها. يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك اسرارها. الشيخ عبد الله ابو ماجد يزف لك الخبر ويعمها لديرها اللي منك تقبس نارها. قابل امير المنطقه مخصوص لجلك يا نفر، مندوب عن ربعي وما للقوم غير خيارها. يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك اسرارها. استقبله نسل الملوك اللي على العليا ظفر، وبشره بمعاملة نفر قريب قرارها. يا سيدي فيصل بن سلمان لك كل الشكر، يا كاسب قلوب العرب صغارها وكبارها. ولا يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة من رموز المنطقة واميرها. يا نفر يا شامخ الطلعان وقف وافتخر، جتك البشارة وانكشف قبل تجيك اسرارها. جتك البشارة وانكشف قبل تجيك اسرارها.